طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الحمد لله طيبا مباركا وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات والسعادة الدائمة. أهلا وسهلا بكم جميعا، أرحب بالسادة الحضور جميعا، أهلا ومرحبا بكم في قاعتنا المباركة. أرحب بالسادة الحضور جميعا، ننطلق على بركة الله تعالى في الجزء الثالث من المدرب المحترف. إن شاء الله النهاردة هنتحدث عن إدارة العملية التدريبية. احنا عارفين ان المدرب المحترف هو مزيج من المعرفة، من القدرة، من المهارة، من استعداد نفسي وجسدي في نفس الوقت. يعني ممارسة التدريب بتعتبر عملية بتحتوي على العلم والفن في نفس الوقت او الابداع، وده دور هنا المدرب في الموضوع طرق التدريب او اعداد المدربين، اللي هي طبعا دي بتعده في صناعة المدرب المحترف اللي بتزوده بالمعرفة اللي بتصنع لدي المهارات الاحترافية. طبعا بيكون هنا له صناعة المدرب، هنا هو قادر طبعا ان هو يمثل نفسه، يمثل مؤسسة، يمثل جامعة، يمثل اي اكاديمية من خلال كل مخرجاته اللي هي التدريبية. ان شاء الله النهارده هنتعلم يعني ايه دورة عملية تدريبية، ومن خلالها ان شاء الله في الاجزاء القادمة نتعلم نعمل حقيبة تدريبية. تمام، تعالوا نشوف مع بعضنا يعني ايه تدريب. يعني ايه تدريب؟ التدريب دي طريقة منظمة هدفها هنا التأثير بشكل إيجابي على سلوك المدربين لاكتسابهم من خلال عملية التدريب مهارات معينة، العمل بأسلوب يكون أفضل للوصول طبعا إلى الأهداف المرجوة والأهداف اللي هي منشودة طبعا في أكثر وقت. ده دور التدريب. يبقى دور التدريب عندي بيتمحور في تغيير هنا أسلوب عمل اللي هو المشارك، وليس طبعا تغيير اللي هو المشارك نفسه. بقى اتعلم مهارة جديدة، سلوك جديد. تمام، مدربتنا المتألقة أستاذة راضية هي مجموعة من الفعاليات. تمام، بقى هنا العملية التدريبية بتكون عملية هنا ملمة بوسائل التعلم وخصوصا التعلم العالمية الحديثة، أطبقها في التدريب. بحدد هنا المحتوى من خلال التدريب، بحدد الأسلوب التدريبي، بشوف هنا إيه معوقات التدريب وكيفية التعامل معها وحولها هنا لدوافع للتعلم. تمام، ما لا انكر طبعا المنظومة الادارية دورها طبعا في المدرب في تفعيل اللي هي طرق التدريب او طرق تحديد وحصر الاحتياجات اللي هي التدريبية، طبعا عن طريق حصر فجوة الاداء اللي هو الوظيفي او العملي بين الواقع والمأمول، عن طريق طبعا تدريب المدرب على طرق ورش عمل تطبيقية، على أساليب حصر، بحدد إيه هي الاحتياجات التدريبية والأساليب العلمية في تحديد وصياغة اللي هي الأهداف
التدريبية دي بتساهم طبعا بفاعلية في سد اللي هو فجوة الأداء التدريبي، تمام؟ يبقى عملية التدريب هنا بتسعى لسد الفجوة اللي هي بين الواقع والمأمول، بتكسب هنا أو بتعمل على إكساب المتدربين المعارف الخبرات، تنمية قدراتهم هنا ليتمكنوا من أداء مهامهم وتحقيق أهدافهم بكفاءة وفاعلية. وطبعا دور المدرب في إبداء أحدث نظم واستراتيجيات التدريب اللي هي بتكون ذات الفاعلية في عملية التعلم والتدريب. هنا إن شاء الله هنتعلم مع بعضنا استراتيجيات التدريب، تمام؟ تمام للجميع. سؤال لحضراتكم وأرجو المشاركات من السادة الحضور، ما هو الفرق بين التعليم والتدريب؟ مرة أخرى، الفرق بين التعليم والتدريب. تمام أستاذة راضية، التعليم هو نشاط ذهني، جميل، التدريب، تمام جميل أستاذة راضية، التدريب هو استغلال المعارف، ممتاز. احنا عارفين الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بفطرته ليتعلم أو ميزه عن سائر مخلوقاته بالقدرة على التعلم، ده من خلال ما وهبه الله سبحانه وتعالى من أدوات بتساعده على ذلك. أي إنسان لا يولد مكتمل، إنما هنا بتدرج في علمه ابتداء من اللحظة التي ينتقد فيها أنفاسه الأولى إلى اللحظة طبعا التي يلتقي فيها آخر أنفاسه على هذه الأرض. عملية اكتساب العلم هنا أو الخبرات وما إلى ذلك طبعا عملية تراكمية، يعني ليست بتيجي من يوم وليلة أو من بلحظة، إنما هي عملية بيقصد منها الارتقاء بحياة الإنسان في الدنيا والآخرة معا. ليس طبعا هناك ما هو أفضل من توسيع المدارك عن طريق طلب العلم والخبرة في هذه الحياة. من هنا اندرج عدد من المفاهيم اللي هو مفهوم طلب العلم، وأبرز طبعا هذه المفاهيم اللي هو التدريب والتعليم. التدريب هنا بزود فرد معين بكافة ما يلزمه من مهارات وخبرات بتأهله هنا للمضي قداما طبعا أو قدما في تنفيذ عمل معين أو عمل ما أو مهمة معينة، بحيث هنا يؤدي التدريب ده لتحسين كفاءته طبعا فيما يؤدي أعمال من مهام، بيعمل هنا التدريب على زيادة معدل إنتاجيته. لكن التعليم هنا بيعرف بأنه العملية اللي هي بتعني إن أنا بنمي فرد من الأفراد معرفيا طبعا دون النظر هنا إلى المنافع اللي هي الوظيفية، المنافع اللي إيه؟ الوظيفية. مع بداية التدريب هنا بيواجه المتدرب صعوبات عديدة وكبيرة، لكن مع التدريب المستمر بيأخذ بالتعلم شيئا فشيئا، بيتضاءل هنا حجم التجارب اللي هي الخاطئة، بيزداد حجم التجارب اللي هي الصحيحة، بيؤدي في نهاية المطاف إلى إتقان هنا المتدرب إتقان المهارات المطلوبة. لكن هنا لو اتكلمنا فيما يتعلق بالتعليم، هناك من الأبحاث مهتمت بالتعليم أو النظريات، الأمر هنا بيعرف بمبادئ اللي هو السلوك الأساسية طبعا إلى جانب اهتمامها بادئ اللي هي التعليم. لذلك هنا نجد المتخصصون كثيرا اهتموا بدراسة الفرق بين التعلم والتعليم. هناك طبعا من نقاط الاختلاف بين التعليم والتدريب، يعني مدة التعليم هنا أطول نسبيا من مدة التدريب. محتوى المادة في التعليم، المادة العلمية أو الماتيريال في التعليم بيكون أكبر وأعم من محتوى المادة
في التدريب، لأن الغاية هنا إن التدريب بتكون محددة، امتلاك المتدرب القدرة على أداء مهمة معينة، على عكس الغاية طبعا من التعليم. نقاط هنا الالتقاء والتوافق بين التدريب والتعليم، كلاهما طبعا بحاجة إلى وجود اللي هو الدافع الذاتي أو الدافع الشخصي، طبعا من قبل طبعا الإنسان نفسه أو من الإنسان ذاته. بدون هذا الدافع لم ينجح الإنسان في الوصول إلى مبتغاه أو إيه طموحه. بيجب هنا على كل من المعلم سواء أو المحاضر أو المدرب أن يتبع أسلوب هنا أسلوب العلم الصحيح، بما طبعا بيقومان به من أعمال من خلال مراعاة اللي هي الفروق الفردية بين المتعلمين والمتدربين. الله سبحانه وتعالى لم يعطي الناس جميعهم الإمكانيات نفسها، هناك بعض الأشخاص حاجة إلى أن يبذل معهم المعلم أو المحاضر أو المدرب مجهود أكبر من الآخرين، طبعا في سبيل الوصول هنا للنتيجة اللي هي مرجوة. لذلك هنا بيحتاج كل من المعلم متدرب هو يمتلك المهارات المطلوبة اللي هي بتؤهله للقيام بالمهام اللي هي مطلوبة بهم بكفاءة. يبقى التعليم هنا، التعليم بيتلقى المشارك المعلومة، أما في التدريب المشارك نفسه بيبدأ هنا يطبق المعلومة. يبقى التدريب باختصار هو التعلم بالممارسة، التدريب هو التعلم بالإيه؟ بالممارسة. في التعليم هنا التكرار بيسبب الملل، وخصوصا في عالمنا العربي التعليم بقى عبارة عن حشو. أما في التدريب التكرار هنا له إيه؟ فائدة، زي ما بيقولوا في أمثالنا التكرار بيعلم الإيه؟ الشطار. التعليم هنا بيتعلم المشارك بنسب متفاوتة، أما في التدريب المشارك هنا بيتم مساعدته وتوجيهه ليستوعب طبعا بشكل هنا أفضل، بحيث يكون هو المحور الأساسي وليس هنا هو الإيه؟ وليس المحاضر في التدريب. تمام؟ يبقى التدريب اختصار عملية تغيير وليس عملية تلقين. أهلا بحضرتك دكتور عبد العزيز. في وجهة نظر هنا إن التدريب هو عملية تسويق هدفها التغيير، التدريب هو عملية تسويق هدفها التغيير. يعني إيه الكلام دوت؟ كل عملية تسويق بتحتاج إلى مسوق، المسوق اللي هو عندي المحاضر أو المدرب. عندي هنا الماتيريال والمادة التدريبية أو المادة العلمية اللي هي عبارة عن منتج أو سلعة أو خدمة تقدم، عندي خصائص، عندي مضمون، عندي شرائح، عندي كتيبات، عندي تمثيل أدوار، عندي تمارين أو تمارين اللي هي كسر الجليد، الحالات اللي هي الواقعية، في فوائد، في مفاهيم، في نتائج، في تغيير، في عميل عندي، في اللي هو المتدرب. تمام؟ أهلا بحضرتك مستر أسامة. يبقى حقيقة هامة جدا يجب التركيز عليها إن الإدارة التدريبية الفعالة بتعتمد على القسم المهني فقط. تاني، الإدارة التدريبية الفعالة لا تعتمد على القسم المهني فقط. طبعا أقسام حياة لا تبحثوا طبعا عن الكمال، إنما ابحثوا عن التطور، الكمال لله سبحانه وتعالى. بل بد هنا على الإنسان إن هو ينمي نفسه من خلال عملية التطوير والتغيير. مدير التدريب هنا، من هو مدير التدريب؟ من هو مدير التدريب؟ كل واحد أكيد عايز يبقى بعد حصوله على دبلومة المدرب المحترف إن هو يكون مدرب أفضل. يبقى هنا
تمام دكتور عبد العزيز، من هو مدير التدريب؟ السؤال مرة أخرى، من هو مدير التدريب؟ مين اللي بيدير العملية التدريبية؟ المحاضر، المحاضر هنا أو المدرب هو اللي بيدير العملية التدريبية، تمام؟ المفروض إن هنا المدرب اللي هو عايز إن يتميز أو يكون أفضل، إن هو يتميز فيه إن هو يخطط، يضع أهداف بشكل هنا، يكون فريق عمل بشكل صحيح، يتخذ قرارات، يحل المشاكل بشكل معين، يتحاور ويتواصل ما طبعا بشكل معين، تحكم بزمام الأمور بشكل معين. تمام دكتور عزيز، هو الشخص الذي يملك القدرة والمعرفة الكاملة عن التدريب. ممتاز، تقيم بشكل أفضل، هو ده المدرب الأفضل، تنظم بشكل أفضل، تفوض بشكل أفضل، بشكل برضو أفضل، تبتكر أفكار بشكل معين. يعني إذا أردت اختصار الطريق لتنجح كمدير تدريب يبقى أبحث عن إيه؟ عن قدوة. ابحث عن قدوة، المحاضر الفلاني له شكل ومواصفات معينة، يعني له مميزات في الشرح بتاعه، يبقى لازم ان انا اجعل ليا تدريب معين، مهارة معينة عشان اتميز بيها عن باقي المدربين. تمام دكتور عزيز، يوجد العديد طبعا من الصفات للمدرب الناجح. تمام، طب كيف تكون مخططا افضل؟ كيف تكون مخططا افضل؟ اهلا بحضرتك استاذة ايمان، يجب عليا حتى اصبح مخططا افضل ان انا ابحث عن، اسال نفسي الاسئله دي: اين انا الان؟ كيف وصلت الى هنا؟ طبعا هل هناك قرارات سابقه حتى اصل الى هنا؟ اسال نفسي الاسئله دي: الى اين تريد ان تذهب من هنا؟ نشوف الاتجاه اللي انا مكاني فين بالظبط. تمام دكتور عبد العزيز، من تجاربه وتجارب الاخرين. ممتاز، لماذا تريد ان تذهب الى هناك؟ ايه تحتاجه من مصادر عشان يوصلني للطريق؟ او كيف تصل لي هناك؟ مثلا لو انا نقف عند النقطه الف، عايزه اصل للنقطه ب، يبقى اصل اليها ازاي؟ في مخطط هنا في عقبات بتعترض طريقك الى هناك، تبص اشوف العراقيل او العقبات، مفيش طريق ماشي بدون عقبات، بدون صعوبات. تمام دكتور عزيز، المراجع او مساعدات اللي هي التدريب. ممتاز، طب هنا في عقبات هتعترض طريقك، كيف تتغلب على هذه العقبات؟ أسأل نفسي الأسئلة دي كلها حتى أصبح مخطط أفضل. تعالوا نشوف مع بعضنا القصة ديت. أستاذ جامعة هنا اسمه كوريكت ريتشر، في الخمسينات كان بيعمل تجارب نفسية على الفيران. واحدة من تجاربه كانت هنا إحضار مجموعة من الفئران، وضع كل مجموعة من الفئران ديت في إناء زجاجي كبير ممتلئ لمنتصفه بالماء، الإناء الزجاجي الكبير دوت وكبير حتى هنا، ليه؟ كان ليه برضه هنا علة في الموضوع ده، بحيث إن الفار لا يستطيع التعلق بمخالبه أو القفز خارج الإناء. ريتشارد ده بذكائه عمل ايه؟ الوقت كويس حتى يستمر فيه كل فار في السباحة، محاولة الهروب من الاستسلام.
الاستسلام للغرق يعني. طبعا كان هناك اختلاف بين كل فار واخر، لكن هنا في المتوسط كان الفار بيحاول هنا لمدة 15 دقيقة تقريبا ثم يستسلم للغرق، ثم يستسلم بعد ال 15 دقيقة دي بيستسلم. مين ريتشارد؟ قام ريتشارد بإعادة التجربة ديت لكن مع بعض التغييرات. إيه التغييرات اللي عملها ريتشارد؟ كان عندما هنا بيرى الفار ده في لحظته الأخيرة على وشك الاستسلام كان بيكون بإخراجه من الإناء كويس ويتركه يستريح لبعض الفيران. ثم أخذ هنا ريتشارد متوسط هنا الوقت المرة الثانية غير الأولى. تذكر هنا ان المتوسط الاول كان 15 دقيقة تقريبا، وبعد كده بيخرج الفار دوت من الاناء الزجاجي دوت ويبدأ ينشفه برضو ويجي على وشك الغرق. حسب هنا توقع ريتشارد ان متوسط الوقت في المحاولة كلها كان اكثر من حوالي 60 ساعة، اكثر من يعني حوالي اكثر من 60 دقيقة، يعني حوالي استمر الفار ده لمدة 81 ساعة تقريبا. قال ان الفران في الحالة الأولى اللي هي قعدت ربع ساعة ديت واستسلمت، ان هنا الفران كانت محتاجة هنا بيد تمدها بالايه بالعون وتنقذها، لذلك هنا استمروا اكثر في انتظار هنا تحسين الايه الظروف. القصه ديت بتتكرر في كتب كتير اللي هو الفرازيلي كثيرا على اهميه الامل او التفاؤل، بغض النظر طبعا عن التحليل ده والمذكور نتيجه التجربه دي ايه او ما يقولونه عن اهميه الامل ايه. هناك نقطة هنا أود ألقي الضوء عليها، هي هنا مدى ارتباط القدرة الجسدية النفسية. قدرة الإنسان هنا يعني في ارتباط القدرة الجسدية، ممكن الإنسان هنا قد ينام شخص مثلا عدد ساعات كافية في النوم ومع ذلك لا يريد استيقاظ مثلا للذهاب للعمل، يشعر انه ليس لديه طاقة لذلك، في حين نجد ان شخص اخر قد ينام ساعة واحدة ثم يقفز من سريره بسرعة لتحضير مثلا رحلة ممتعة مع اصدقائه. قد تدرس مثلا اي الجهاز ده تظن ليس لديك قدرة على العمل او ليس لديك ما يكفى، في حين نجد من الحقيقة هنا انك لديك ما يزيد لكنك فقط ليس رغبة، ليس لديك رغبة في العمل. يبقى ايه هو المطلوب هنا؟ المطلوب او ما هو المطلوب منك تلك اللحظة؟ من ملاحظ جدا ان معظم البشر، ودي بطبيعة البشر، انهم يستطيعون هنا بذل مزيد من الجهد عندما يجدون عملية التشجيع أو التحفيز، يتوقفون عن العمل عندما لا يجدون إيه التقدير الكافي، والأمر ده خطير جدا. ذهنك هنا بيفرض عليك قيود على قدراتك، قدرات جسدك هنا، على الأقل هنا بيوهمك بوجودها. ونرجع لمقولة الإمام ابن القيم رحمه الله، هنا الحزن يضعف القلب. ثاني الإمام ابن القيم بيقول الحزن يضعف القلب ويهون العزم ويضر الإرادة، ولا شيء طبعا أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن طبعا على إيه؟ على نفسه. هنا شوف أنا هنا تجربة ريتشارد مع الفيران القصة ديت، أشوف أنا موقفي إيه؟ تخطيطي إيه؟ أنا نقطتي هنا إيه؟ في تحفيز لابد طبعا هنا عشان إن أنا أعمل أقدم على أي عمل يبقى عندي قدوة. أول حاجة يبقى عندي قدوة. تاني حاجة أشوف أنا واقفة فين؟ إمكانياتي أنا يكون هنا عندنا إمكانيات، بس أنا
وكلنا متميزين، كل واحد عنده مميزات معينة، كل واحد مبدع، بس كل واحد هنا فين يكتشف هنا نقطة إبداعه فين ويشتغل عليها، يشتغل إيه عليها. وده المطلوب منك إنك كمتدرب أو مدرب إن شاء الله في المستقبل، إن أنت تبعك قوة وتحفيز. تمام. طب المدرب أو المحاضر دوره إيه مع المتدربين؟ المدرب أو المحاضر دوره إيه مع المتدربين؟ في معايير هنا للمدرب عن تقديم مثلا برنامج معين أو برنامج تدريبي. بتشترط هنا في شروط للمدرب دوت إن هو يكون مجتاز لدورة مثلا مدرب معتمد، طبعا وفقا لمعايير دولية. يكون مدرب معتمد ويكون مصدقا على وثيقة تقييم مدربي التنمية البشرية، أن يكون مثلا له أدويته فعلا تكون فعالة، ويكون له مواصفات معينة. ده في وسائل هنا التقييم للمدرب من قبل هنا المتدربين، من قبل المتدربين عن كل دورة ايه تدريبية او بطاقة هنا المتدربين دورها هنا في حساب طبعا هنا ايه تقييم اللي هو المدرب، او في ضوابط عامة لابد هنا مراعاتها اثناء تنظيم البرنامج اللي هو التدريبي. يعني المفروض هنا كافة العملية التدريبية بكافة هنا جوانبها التنظيمية والعلمية بكافة أنشطتها وفعالياتها، يجب هنا مبدأ هنا إن يكون البرنامج التدريبي ده للمدرب برنامج إيجابي، ده نمبر 1 للمدرب والمتدرب في نفس الوقت، وللجهة أيضا المنظمة أو للمجتمع يراعي طبعا هنا أثر ما سيقدم من معلومة بالنسبة على الجانب الديني، على الجانب الروحي أو الاجتماعي، الصحي، الأسري أو الاقتصادي، العلمي، النفسي، العقلي، كل دوت مفروض إن هو دي جوانب تنظيمية. يعني الكفاءة في العملية التدريبية هنا بترتبط بمجموعة من العناصر هي التدريبية المهمة، اللي هي منها المدرب، المتدرب، مكان التدريب، التنمية، وقته، محتوى التدريب أو التنمية، وسائل التدريب أو التعليم، والتطوير اللي هي المهمة. أهمية التدريب هنا لكي تحقق هنا الإدارة أهدافها بتعتمد عندي على مصدرين أساسيين، اللي هي الموارد المادية أو الموارد البشرية. بتكون هنا الإدارة بتدريب أفرادها، بتعمل على تنميتهم باستمرار، يتم تزويدهم بالمعلومات اللي هي أو المهارات أو الاتجاهات اللي هي بتجعلهم قادرين على أداء وظائف حالية أو مستقبلية بكفاءة وفعالية في نفس الوقت. يبقى أهمية هنا التدريب لابد إن هي تحقق فوائد بتعود على الأفراد، على الجماعات الصغيرة، على التنظيمات الإدارية، على المجتمع بأكمله. تمام؟ ممتاز ممتاز دكتور عبد العزيز. توقف قليلا واجمع كل قواك وابدأ من جديد. جميل جدا العبارة ديت. الانطباع الأول هنا إن حضرتك بتحضر محاضرة لأول مرة المدرب، أول حاجة بتلفت نظر سيادتك للمدرب ده إيه؟ المظهر الخارجي، لغة البادي لانجويتش أو لغة الجسد، الصوت، اختيار الكلمات أو الجمل. يبقى لابد هنا يكون عندي مواصفات أساسية للمحاضر اللي هو هيراجع،
أول مواصفات اللي هو الشغف أو الرغبة اللي هي الجامحة، تاني صفة اللي هي المعرفة والمال الموضوع، المعرفة بالأساليب والمساعدات التدريبية، تحمل كل العقبات، القدرة طبعا على الاتصال مع المتدربين، إدارة طبعا الفهم السلوك، التمكن ببعض اللي هي المهارات الخاصة اللي هي زي ايه، يكون المدرب ده قادر على تطوير مهارات اللي هي او مهارة الابتكار، طبعا ده فضلا عن ضرورة التمكن بمهارات اللي هي تحليل المشكلات وتنفيذ القرارات، بالإضافة للقدرة على كسر الجليد بسرعة، تمتع بعض المرح، ده طبعا انطباع الأول أو الذهنية اللي بيأخذها المدرب المتدرب عن المدرب أو المحاضر لأول مرة من أول محاضرة. أهلا بحضرتك أستاذة أماني. عندي هنا التدريب دوت، تقييم التدريب بتكون عملية هادفة طبعا لقياس اللي هي فعالية الخطة التدريبية، كفاءتها، مقدار تحقيقها ايه، الأهداف المطلوبة، أبرز نواحي الضعف والقوة فيها، ده بيعرض إجراءات اللي هي ارتكاز بكافة البرامج التدريبية، مدى نجاحها في تحقيق أهدافها اللي هي المرسومة، ارتكاز طبعا ده اللي هي كيفية المتدربين أو مدى التغيير اللي هو نجاح التدريب والتنمية في إحداثه فيهم، ارتكاز بكيفية المدربين اللي هم قاموا بتنفيذ العمل التدريبي. ضد هنا برضو من المهارات الخاصة للمحاضر النهاية، اللي هو يتسلح بقناعات اللي هي تبث المشاعر أو الأحاسيس الداعمة، زي الثقة بالنفس، سرعة البديهة، احترام مواصفات أو مهارات خاصة يتمتع بها المحاضر الناجح، الحضور طبعا، الشخصية القوية مع قدرة طبعا فائقة على استخدام لغة الجسد هنا أو جسمه، صوته، تواصل مع المشاركين المتدربين. كان المدرب ده إيه؟ المدرب صفاته هنا إيه؟ طبعا الجهة المنظمة دي مثلا البرنامج دوت، كل شخص أكيد بيريد إن هو بيحس إنك لا تضيع وقته، عايز يعرف البرنامج ده، يريد أن يعرف لماذا يجب إن هو تمام. نقص هنا بيريد ان هو يعرف لماذا يجب ان هو كل شخص بيريد ان هو يعرف انك منظم. ثم طبعا هنا كل شخص بيريد ان هو يحس انك ملم بموضوع كويس، محضر كويس، كل شخص بيريد ان هو يعرف ايه هي اهم النقاط الرئيسية في المحاضرة ديت، كل شخص طبعا بيحب يعرف العبرة من حضوره للمكان دوت. القناعات اللي هي يمكن أن تشكل عائقا عند بعض المتدربين زي إيه؟ تدريب مثلا غير مفيد، مثلا تجارب سيئة في السابق أو حضر دورات قبل كده، في تدريب مثلا مضيعة للوقت لأن يكون على حساب العمل اللي هو المنتج، مثلا ليس هناك وقت للتدريب من ضمن بعض القناعات، التعليم بيأتي فقط من الخبرة العملية. طبعا دي قناعات المتدرب. عامات المتدربين، يقال مثلا ان على المدرب ان هو يتعامل مع ناس، انواع من الناس ايه هم؟ طلاب العلم طبعا اللي هم يريدون يكونوا حاضرين، ينهالوا طبعا ان اكبر قدر من المعلومات، دول اول حاضرين للمدرب. محب المرح اللي هو بيريد الحصول على أكبر قدر من المرح أو الوقت المسلي. اللي جاي هنا اللي هم المساجين اللي هم بيكرهون أن يكونوا متواجدين في الدورات، دي أنماطهم. بالطبع هناك صفات عديدة أخرى لأنماط اللي هم المتدربين.
جناحهم بالأساس نابع من الخبرة، من الخبرة الشخصية. تمام. يبقى هنا عندي ضوابط يجب من مراعاتها أثناء تنظيم البرنامج التدريبي. أول حاجة، لابد طبعا البرنامج ده يكون متوافق له مع ضوابط وأحكام طبعا الشريعة الإسلامية، كتاب السنة النبوية، تقاليد مجتمعنا، أو العرف بتاع المجتمع. كافة البرامج التدريبية دي تكون ملمة من جميع جوانب التنظيمية والعلمية، من أنشطته، المبادئ، يكون محتوي على مبادئ، على قيم. كافة البرنامج التدريبي دوت من جوانبه أيضا التنظيمية والعلمية، احترام مع كل المشتركين. يجب طبعا أن يجتهد كافة أطراف العملية التدريبية تقديم ما يحترم عقول المشاركين، يلبي احتياجهم اللي هو تدريبي، يضمن لهم جودة العملية التدريبية وتحقيق اللي هو التوازن بين طبعا اللي جاي هنا المتدرب جاي ليه الفايدة في نفس الوقت والمتعة في العملية التدريبية. لابد أن تحتوي العملية التدريبية أو المحاضرة على منهجية علمية. يعني إيه؟ يعني إننا نقدم برنامج بيحتوي على مراجع، على مصادر علمية بتكون لها مرجعية علمية موثقة ودقيقة، بحيث إن هما يمكن للجميع تطبيقه وفقا لهذه المنهجية العلمية. براعي هنا الآثار، يعني إيه مراعاة الآثار؟ يعني براعي كافة العملية التدريبية بكافة جوانبها التنظيمية، اللي هي براعي إن البرنامج التدريب موجود للمدرب ده يكون في نفس الوقت للمدرب والمتدرب والجهة المنظمة في نفس الوقت. بعتمد يوميا، مثلا بعقد يوميا في النهاية في اليوم التدريبي جلسة تقييم كل يوم تدريبي، تضم هنا المدرب مدير الدورة أو المنسق لدراسة ملاحظات ملاحظات المتدربين. المدرب مثلا إدارة الدورة أو العمل على الدورة، مثلا يمنع التدخين داخل مثلا القاعة التدريبية أو الممرات اللي هي المؤدية دورات سلمية. سمينا فريق اللي هو تنظيم البرنامج الإداري، أو فريق اللي أنا بسميه الفريق التسويقي أو التدريبي. يلتزم مثلا جميع فريق التدريبي أو الإداري التسويقي باحترام مثلا أوقات الصلاة وأدائها في أوقاتها جماعة مثلا مع جماعة من المتدربين، لأنهم مثلا هم بيعتبروا المدربين قدوة لغيرهم. طبعا بيتم هنا التوقف مثلا مع أذان مباشرة لأداء مثلا الصلاة، ولا يجوز بأي حال تأخيرها أو تعطيلها. يمنع مثلا دخول أي شخص غير مشارك في البرنامج التدريبي ده داخل القاعة إلا بإذن طبعا خاص من المدرب شخصيا. ده طبعا بيخدم البرنامج التدريبي، المدرب هنا وحده هو حقه تأكيد دخوله من عدمه. لا يسمح مثلا البرنامج التدريبي ده بالاختلاط مثلا بين الرجال او النساء، او هنا سواء كانت اثناء جلسات العمل او التطبيق الفعلي للبرنامج اللي هو التدريبي، او جلسات الاستراحه الكوفي بريك مثلا. اخذ مثلا لقطات او صوره دي مع المتدربين طبعا، او في مثلا عدم تصوير بعض المشاركات ديت، في ناس ما بتحبش تصور مثلا، حصر مثلا كل صورة لا تحافظ مثلا على رونق التدريب او المتدربين. عدم تصوير مثلا او تسجيل اللي هي الجلسات التدريبية الا طبعا باستئذان المدرب حاضر التدريبي البرنامج التدريبي. اشعار هنا المتدربين او المتدربات التنبيه بأخذ مثلا موافقة هنا للمتدرب بموافقته مثلا على تصوير من قبل المتدرب نفسه. تمام. فهلت مثلا هنا عدم رغبتك في التصوير او هنا الدورة ديت لا مانع طبعا، وافق مثلا على ان تظهر صور التوثيق لو في هنا اعلان مثلا بيصور الدورة ديت. يمنع مثلا بشكل قاطع كل
على كل الأطراف اللي هي العملية التدريبية، من مدربين، متدربين، جهة منظمة، جهاز إداري، جهاز فني، مساعدين، منسقين، مسوقين، علاقة بالبرنامج التدريبي. التلفظ مثلا بما يسيء إلى أي جهة أو كيان أو سياسة أو ثقافة أو أي أشخاص أو دول خارج إطار الدورة التدريبية. مثلا لا يجوز حديث أو توزيع إعلان، أي إعلان أو برشور دعائي مثلا، لأي جهة تدريبية أو متدربين أو جهات أخرى مهما كان طبعا نشاطها داخل الدورة التدريبية أو في سياقها. يمنع مثلا بشكل قطعي على أطراف العملية التدريبية من مثلا أو كل ما له علاقة بالبرنامج التدريبي مهاجمة المدربين والأم الآخرين أو الاستخفاف بهم أو الإساءة مثلا بهم زي ما احنا بنشوف، أو في حالة حاجة إلى أحد مثلا المتدربين لتصوير مثلا في الكاميرات الخاصة أو المقايم. طبعا هنا استئذان مثلا من الشخص أو المجموعة اللي هي موجودة. في حالة مثلا هنا رغبة أحد المتدربين مثلا تسجيل الدورة أو أخذ مثلا مقطع صوتي أو تسجيل فيديو، لابد هنا طبعا من التنسيق مع إدارة الدورة أو أخذ هنا إيه موافقتهم. طبعا لا يجوز مثلا جلب الأطفال إلى مقر مثلا القاعة التدريبية مطلقا، حتى كم لا يؤثروا على مجريات العملية التدريبية. لا يجوز مثلا للمتدرب أو المدربة مطلقا جلب أحد الأفراد اللي هما كان مثلا هنا أي كان صفته مقر مثلا القاعة التدريبية، إلا إذا كان طبعا في حالة رغبته لابد من التنسيق مع الإدارة. جهاز مثلا الموبايل هنا أو أي وسيلة اتصال مثلا، المفروض يعني إن هي تبقى الموبايل مثلا مغلق أثناء مثلا سير العملية التدريبية. تمام، كل دي تعليمات في خلال اليوم اللي هو الإيه التدريبي. تمام، أشوف أنا هنا أنماط الموجودين. طب أنا هقيم دورة تدريبية إزاي؟ كيف تقيم دورة تدريبية؟ هتقيم الدورة التدريبية دي إزاي؟ هقيم مثلا التقويم ده من قبل المتدربين نفسهم عن طريق مثلا نشر مثلا أو توزيع استمارات هنا على المتدربين أو ملحقات مثلا أو استمارة خبرات للمتدربين. استمارة تقويم يومي أو نهائي مثلا، لوحة تقييم يومي مثلا هنا. يتم طبعا كل دراسة كل هذه الوسائل التقويمية بشكل دوري، بحللها مثلا باستخدام مثلا برنامج إكسل مثلا بشكل يومي ووزعه على المتدربين بالقاع. تقييم الدورة دوت من خلال المتدربين. تمام، بيقدمها مثلا لكل متدرب اللي هي الحقيبة التدريبية اللي بتحتوي مثلا من عرض التقديم اللي هو الباوربوينت، مادة علمية مثلا البرنامج مطبوعة مثلا أو بي دي إف، مثلا تمارين البرنامج التدريبي دوت مطبوع برضه يا إما وورد يا إما بي دي إف، سي دي دوت بيبقى كامل للحقيبة التدريبية أو العرض التدريبي. طبعا من وسائل طبعا الراحة المفروضة الموجودة للمتدربين البوفيه. طبعا البوفيه ده للمتدربين بين كل مثلا خد من عندي من جلستين مثلا في اليوم تدريبية، بين كل فترة في استراحة أو بريك، كوفي بريك بيبقى في مثلا عصير، في شاي، في كوفي، في كابتشينو، في كيك. بيراعي طبعا الابتكار، حسن التقديم. بيوضع مثلا المواد الكوفي بريك مكان مخصص لكل متدرب. المياه الصحية مثلا طبعا هنا مياه باردة مثلا. بيوضع كوب زجاجي مثلا نظيف لكل متدرب بجانب هنا مكانه. لكل متدرب له طبعا هنا طاولته الخاصة، كل طاولة مثلا عليها مجموعة من الحلويات مثلا، ده في الكوفي بريك. القاعة التدريبية برضو هنا مفروض ان انا
تكون على أعلى جودة. أشوف أن هنا الذي أريد أن أعرفه من المتدربين نفسهم برضو، هم عايزين هنا التقييم ده من إيه، محتاجينه إيه، إيه الدورة اللي محتاجينها القادمة مثلا، إيه اللي عايز هنا عايزين يعرفوا إيه، أو ماذا، كيف سأعرف ما أريد معرفته مثلا منهم، لماذا أريد أن أعرف أو ما أريد معرفته، كل ده من تقييم الإيه الدورة. أسئلة هامة جدا بتساعد على التقدم والنجاح في العمل. أول سؤال، ماذا تعلمت؟ تسأل المتدرب ماذا تعلمت؟ الذي يجب أن أطوره في كيف يمكن ينجح العمل المميز عن كل مثلا برنامج تدريبي. من يستطيع مثلا مساعدتي على التقدم دوت؟ إيه العادات اللي يجب التخلص منها لأجعل عملي بشكل مميز، أو هو الجانب الجميل من مثلا شخصيتي؟ كل الحاجات دي مهمة جدا. عندي 6 خطوات أهم لتحضير برنامج تدريبي فعال. السؤال لحضراتكم وأرجو المشاركات من الجميع، إيه برأيكم إيه هي 6 خطوات الهامة لتحضير برنامج تدريبي؟ تمام، أستاذة خديجة تفضلت، مشكورة، قالت تقييم شامل ممتاز. أشكرك مستر محمود وأشكر الجميع. أيها مثلا، لو خدنا بقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، استغني عمن شئت فأنت نظيره، واحتج إلى من شئت فأنت أسيره، وتفضل على من شئت فأنت أميره. تاني، استغني عمن شئت فأنت نظيره، واحتج إلى من شئت فأنت أسيره، وتفضل من شئت فأنت أميره. دي من الأقوال الجميلة. طبعا الإنسان تعيس، ولكن توجد أفكار هنا بتسبب الشعور بالإيه؟ بالتعاسة. لو شفنا هنا قول مثلا زي الجيل الكرمي، كيف تتعامل وتتحاور مع الإنسان الخشن؟ حاول أن تستخدم هنا معلوماته أو إيه؟ أو أفكاره. لو شفنا مثلا أبو حامد الغزالي قولته المشهورة بيقول، القيادة كلها فأن يملك الرجل نفسه، والشقاوة كلها فأن تملك نفسه، أن تملكه نفسه. يعني أول 6 خطوات هامة لتحديد برنامج تدريبي فعال، هنا بحدد الأهداف. فحد ايه هو الهدف من البرنامج التدريبي ده اول هدف. تمام، استاذة خديجة، تصميم البرنامج التدريبي. بصمم البرنامج بشوف الفئة المستهدفة أو الفئة اللي هي محتاجة البرنامج دوت، مثلا شركات، مثلا جامعة أكاديمية، موظفين، معلمون، مين هم المحتاجين البرنامج التدريبي دوت؟ دي الأهداف التدريبية إيه؟ بحددها أستاذة خديجة. بشوف انا برضو من اهداف البرنامج دوت، البرنامج ده تنمية مهارات المشاركين مثلا في الحقل التدريبي زي البرنامج بتاعنا دوت، كيفية مثلا هنا القاء المحاضرات، ادارة الجلسات اللي هي تدريبية او الاجتماعات مثلا المختلفة، ايه الاساليب التدريبية الفعالة طبعا وفقا لمعايير لمستويات لخبرات المشاركين في البرنامج. دي أول حاجة بشوفها بحددها اللي هي تحديد الأهداف. تمام،
حاجة معرفة ونوعية مستوى مين اللي موجود عندي في البرنامج ده، مين الفئة الموجودة، أعمارهم، سنهم، مؤهلاتهم ايه، الدورات اللي تلقوها قبل كده ايه، كل دي طبعا بعرفه قبل البرنامج. لابد طبعا هنا عندي تحديد الأهداف، تحديد الأهداف طبعا هنا أو إنشاء الهدف من الأمور جدا السهلة اللي هو يستطيع أي فرد هنا فعله، لكن هنا التنفيذ والتطبيق هو الصعب أو هو النضال الحقيقي، لأن يعني الأهداف بتبقى مجرد أحلام إلى أن يستطيع الوصول إلى نتيجة النهائية اللي هي متمثلة في النجاح. يبقى هنا لابد إن أنا أحدد هنا أهداف البرنامج ده إيه، أحدد هنا طبعا أهمية تحديد الأهداف، إن أنا بعمل سيطرة على مواقف الحياة، بعمل تنظيم وقت، بعمل تقليل من الضغوط، بكسب طبعا المزيد من المعرفة والتأثير طبعا على حياة الآخرين بتحقيق النجاح، وأشوف هنا كيفية تحديد هنا الأهداف. أنا مثلا بستفيد من الهدف إزاي كده، بحدد هنا، بسأل طبعا عن ما ولماذا وكيف ومتى وأين، دي أسباب أو أسئلة خمسة بتحيط بالهدف الرئيسي اللي هو تحديد الأهداف. بحدد الأمور اللي هي بقال هو قابل مثلا للقياس، يعني في الحال كان الهدف غير قابل للقياس، المهم هنا تحسينه وجعله سهل التطبيق حتى يتم إنجازه. يمكن تحقيقه مثلا، يجب يكون الهدف هنا شيئا يمكن تحقيقه، يكون شيء واقعي ممكن مرتبط بالحياة، يعني الهدف لا يعني إن هنا أي شيء لصاحبه الجدير طبعا له أن لا يتبعه، أو أن يكون مثلا بربطه مع قدرات الشخص نفسه أو قدرات النفس قيامها مثلا حتى يتأكد من تنفيذه بنجاح فعلا. يحدد وقت منظم، يحدد موعد نهائي لإنجاز الهدف، ده أمر مهم حتى يتم الالتزام بهم. يكتب هنا الأهداف بشكل متسلسل حسب الأهمية، كتابة الأهداف بيجعلها هنا حقيقية، بتكون عبارة ملموسة على الورق وليس مجرد حلم في العقل، وخاصة هنا عندما يحدد الفرد اللي هو الوقت اللازم لكل هدف، الأمر طبعا ده بيضمن له النجاح فيها. تقسيم الأهداف من كبيرة إلى صغيرة، إبقاء الأهداف كما هي بدونها طبعا تقسيم بيشكل هنا ضغط كبير على صاحبها، طبعا بيؤدي هنا إلى إصابة صاحبه بالملل، عدم متابعة هنا تنفيذ الأهداف. لكن في حال هنا إنقام الفرد التقسيم إلى أهداف صغيرة، هذا طبعا بيزيد من قدرته وبيشجعه بتنفيذ أهدافه. التأكد من الأهداف ديت هتحقق فعلا السعادة للشخص نفسه، يعني هنا يكون الأهداف دي مصدر للفرح في حياة صاحبها أولا. ينبغي أن تكون واحدة من الأسباب اللي هي الرئيسية اللي بتحفزه على السعي في تحقيقها، ولكن في حال كانت الأهداف مثلا كثيرة، من الأفضل له أن يقوم بإعادة تقييمها أو تشكيلها. استخدام هنا الطاقة الإيجابية أثناء تحديد الأهداف بيزيد هنا الطريقة الصحيحة في إعداد وإنجاز الهدف، طبعا من إيجابية الشخص بيجعله من أكثر تحمس للحياة، وخاصة هنا عندما تعكس هذه الأهداف سعادته. وبعد كده بعمل تعيين الأهداف دي بطريقة تشمل هنا على مجالات متعددة من الحياة، يعني بتشمل على اللياقة البدنية، على الناحية المالية، الأسرة، علاقتها، التعليم، الجانب الروحي، الصحة، وغيرها طبعا من الأهداف اللي هي مرتبطة كل مجال من مجالات الحياة اللي هي بتساعد في إنجاز الهدف الرئيسي الموجود عندي. تمام، يبقى هنا بحدد، بعرف هنا تحديد الأهداف، بعرف نوع مستويات الناس اللي
اخر البرنامج بعمل خطة متكاملة للبرنامج، عندي مصادر للمعلومات، عندي تنظيم للبرنامج، تحضير خطة بديلة طبعا عن طريق ماذا لو مفيش خطة بديلة اعمل ايه، لازم يبقى في خطة عندي بديلة غير بتاعتي. بحدد هنا اهداف البرنامج التدريبي، اسأل نفسك ايه هو الهدف من البرنامج ده، كيف يريد الناس ان يتكلموا عن البرنامج بعد نهايته، ممكن قريبين هيقولوا عليا ايه كمحاضر كمدرب. بحدد معايير او مقاييس للنجاح، ايه هي المدة مدة البرنامج دي قد ايه الوقت، تمام. بعرف معرفة جمهورك، من الذي سيسمعك، بعرفهم مستواهم الثقافي ده مهم جدا، جنسية الجمهور، كيف تضع خطة لحضرتك، تضع خطة ازاي، موضوع الفئة المستهدفة كمان أستاذة خديجة، موضوع المحاضرة بحدده طبعا، من هو مثلا الجمهور اللي هيحضر محاضرتي دي، القاعة، الترتيبات، الأجهزة السمعية، مضمون المحاضرة دي ايه، متطلبات البحث مثلا عن تقارير لو في تقارير في المحاضرة، في فقرة مثلا هي أسئلة، كل الحاجات دي بقيمها، عندي مفاتيح نجاح للدورة التدريبية باستخدام الأسئلة دي. أول حاجة من اللي هيحضر لي الحضور، لماذا اللي هي بتسأل عن الأهداف، التحضير متى، المكان أين، من المكان اللي هحضر فيه الدورة ديت، المضمون أنا هستفيد إيه، الأسلوب كيف أو إيه الطريقة أو الأسلوب الطريقة التدريب. عندي عناصر المحاضرة الجيدة اللي هي الافتتاحية أو المدمرة، دي مهمة جدا، يجب هنا أن تجذب المحاضرة هنا انتباههم عبر طبعا هنا سؤال ملهم في بداية المحاضرة، عرض الصورة مثلا أو فيديو، مثال أو عبرة، كون مثلا مقصور زي ما عملنا، قصة قصيرة جدا، لجد طبعا بكلمة اعتذار، لا يبدأ المحاضر أو المدرب بكلمة اعتذار دي مرفوضة، تمام. عرض تفاعلي، لا يجب البدء بقصة طبعا لا تمت بصلة للموضوع ده من الحاجات المرفوضة، لا يجب البدء بقصة طويلة طبعا ممكن من المتدربين او الحضور يمنوا. عناصر المحاضرة الجيدة او المضمون هو بسميه قلب المحاضرة نفسها، لابد ان هو يحتوي على بحث مثلا لبرهان، على ارقام او احصائيات، معلومة كده في وسط في قلب المحاضرة، على املة، على توضيح، على حكاية أو حكاية مثلا نادرة أو تشابه أو تناظر، كل ده من خاتمة المحاضرة لابد إن هي تحتوي على تلخيص لما تم ذكره من خلال المحاضرة، عبرة مثلا يستفاد منها، الحس على القيام بعمل معين، قصة أو حكمة، طبعا قاعة التدريب دي مهمة جدا، طريقة الجلوس في القاعة للمتدربين دي مهمة جدا. في الحالة ديت لابد مثلا يكون القاعة ديت أو القاعة التدريبية دي يكون موجود فيها مثلا مسجد أو مصلى قريب من الصالة التدريبية، يروح هنا اللي يبعد عن القاعة مثلا مسافة لا تزيد عن 50 متر، لابد طبعا موجود من طبعا هنا كل أذان للصلاة، أعطاء مثلا فرصة للمتدربين الاستعداد للصلاة تأديتها على أن تتجاوز هذه الفترة دي أكثر من 20 دقيقة مثلا، هنا فترة الكوفي بريك أو الاستراحة، وجود مثلا دورات مياه مناسبة أو نظيفة أو قريبة من القاعة ديت، خصوصا في حالات البارك اللي هي النسائية أو الرجالية، لابد هنا
من وجود دورتين للمياه، وجود مواقف مثلا للسيارات للمتبردين بشكل نظامي مناسب وآمن وقريب من القاعة الطبية، وجود مثلا لوحات إرشادية لمقر البرنامج ده داخل المقر بتحمل مثلا على اسم الجهة المنظمة للبرنامج، المبرد مقر تاريخها، زمن البدء ونهاية البرنامج، تنسيق جلوس المتدربين ده طبعا بالتنسيق مع المبرد، بيشارك مثلا هنا لو في اشتراك مثلا لفصل النساء عن الرجال، تجلس هنا المتدربين يا اما على شكل حرف يو او شكل حرف في او على شكل ورش عمل دائرة زي ما حضرتك شايفينها، تبقى لها خاصية للتعديل والتغيير، يجب ان تكون الكراسي مريحة ومتحركة، بيتم هنا مع المدرب على الوضعية لجلوس المتدربين واللي يطمن راحتهم والتواصل العيني الجيد بينهم وبين المدرب والمعاينات التدريبية اللي هي بيسهل حركة المدرب، وجود مثلا صوتيات جيدة في الصالة ديت أو القاعة ديت، وجود لاقطة اللي هي الجي محمول اللي هو متحرك اللاسلكي، بتوضع مثلا هنا طاولة لأدوات المدرب، هي عبارة مثلا عن جهاز للكمبيوتر أو الحقائب الأدوات اللي هي التدريبية، وجود شاشة أو شاشة أو داتا شو كبيرة، سبورة مثلا ورقية كبيرة، يتم طبعا التنسيق هنا مع إدارة القاعة اللي هي بيتم تعليق مثلا أوراق شرح على حامل مثلا ستاند أو جدار، هنا يتم التأكد والتهوية للقاعة دي، القدرة على تبديد الهواء بها أو بها مكيف مثلا، الإنارة، إنارة القاعة دي مهمة جدا إن هي تكون جيدة، وبيستحسن إن الإنارة تكون بيضاء، يعني يجب أن تكون القاعة هنا بها صور مثلا أو ألوان اللي هو ألوان الدهان دي بتشتت تعمل تشتيت الانتباه مثلا أو تتنافى مع القيم أو إعلانات لجهات أخرى مثلا، الدورات هنا بيكون أحسن دائرة تلفزيونية مثلا للمتدربين. في ادوات مثلا في كذا شاشه في داتا شو كذا شاشه، في ميكروفونات متحركه لغرض مثلا الاتصال بين المدرب او المتدربين، او في قاعتين جنب بعض يمنع مثلا التدخين داخل القاعه التدريبيه منعا باتا، تكليف عمل عمال مثلا النظافه بيقومون هنا بتنظيم وتنظيف القاعه التدريبيه، ترتيبها، تعطير مثلا اجواءها قبل بدء البرنامج التدريبي، وأثناء هنا فترة اللي هو التوقف اللي هي القاعة أو الكوفي بريك، بيبدأ مثلا تعمل تهوية للقاعة التدريبية، يا إما فتح مثلا الشبابيك، يا إما بيساعد طبعا إن أنا بجدد هنا الهواء والطاقة والأكسجين في القاعة التدريبية بشكل دوري في كل طبعا استراحة، بيرتب هنا مذكرات المتدربين كراسيهم، التأكد من صلاحياتها قبل البرنامج التدريبي واثناء فترات اللي هي الكوفي بريك، الجهه المنظمه هنا او اداره الدوره بتعمل باعداد مثلا مراقب اسماء المتدربين، بتوضع هنا امام المتدرب للتسهيل طبعا التعارف بين المتدربين وتعرف المدرب ايه عليهم، بيبدا مثلا الجهه المنظمه ديت بتبعت بطاقات المتدربين بتحمل مثلا شعار الجهه اللي هي التدريبيه تعلق على صدر المدرب، او يتم استلامها مثلا من سكرتارية الدورة عند مثلا بوابة القاعة التدريبية، وعند خروج المدرب المتدرب من خارج القاعة يتم تسليمها للسكرتارية، زمن يتم حساب زمن الحضور للمتدرب ده عام الحضور بالدورة، بيوعى هنا في الألوان ديكور القاعة تكون فاتحة وهادئة، تستبعد كل الكراسي اللي هي الزائدة عن عدد المتدربين بالصالة، يراعى هنا ذلك طبعا بشكل دوري، يضع المدرب كرسيين مرتفعين مثلا يتمكن من الظهور من رؤية المدرب أثناء مثلا ورش العمل أو أثناء التدريبات أو أثناء جلوسه على الكرسي دوت، يراعى هنا وضع طبع لو برينتر بالقاعة التدريبية لغرض مثلا طباعة النماذج اللي هي التدريبية الطارئة، بتوضع مثلا في ريسبشن جانب مثلا القاعة التدريبية، تقوم السكرتارية هنا باستخدامها في استقبال المتدربين وتنسيق الحضور مثلا أو الانصراف أو رد على الاستفسارات، يبقى مثلا ستاند ترحيبي خارج اللي هو بوابة القاعة التدريبية،
باسم مثلا المؤسسة أو الجهة المعنية ديت، الجهة الإدارية المنظمة للدورة، شعارها، البرنامج، المدرب، مقر الدورة، تاريخها، البدء، النهاية، ترحيب بالمشاركين، يوضع مثلا لوحة إعلانية كبيرة داخل القاعة التدريبية، يوضع خلف المدرب، بتحمل اسم شعار الجهة اللي هي المنظمة، شعار البرنامج، المدرب، مقر الدورة، بيوضع هنا لوحات ترحيبية وتحفيزية أيضا للمتدربين موجودة بالمداخل أو الممرات اللي هي موصلة لمقر الدورة. يتم التأكد بشكل دوري من نظافة دورات المياه وتعطيرها أيضا وتعقيمها، وتوضع بها لوحات ترحيب أيضا بالمتدربين. كل ده بيوضع في الاعتبار في توفير الجو الملائم للمتدربين. أنماط المتدربين طبعا لابد المدرب يكون على علم بأنماطهم، منهم المتحكم ازاي يتعامل مع المدرب، منهم هنا المتحكم مثلا اللي هو بيثير الأحاديث، اللي بيرفض اتفاق مع اللي هو بيصارع دائما أو الذي يشكو من الإدارة، اللي بيخرج عن نطاق الدورة أو المحاضرة، اللي بيعرض مشاكله، بيثير أموره طبعا أو بيثير أمور سياسية، بيثير خلافات مع المدرب والمدربين. طب كيف يتعامل هنا المدرب مع الأسئلة الصعبة؟ أكيد في أسئلة مش كل حاجة طبعا أكيد يعرفها المدرب، أكيد هنا يتعامل إزاي مع الأسئلة الصعبة، في أسئلة صعبة أكيد هتواجه المدرب ده، هيتعامل معاها إزاي؟ أولا مطلوب من المدرب إن يحتفظ بهدوءه، استخدم تقنيات مبتكرة في إعادة صياغة مثلا الأسئلة، على سبيل مثلا المثال يختار سؤال جيد أو يقول للسائل السؤال ده جيد أو أنا أفهم جيدا أو وجهة نظرك إيه، بيبدأ هنا أو مثلا للمدرب أعطيني فرصة للتأكد مثلا من بعض المعلومات وسأعود مثلا لك مرة أخرى، أو أنا سعيد جدا لأنك أثرت هذا الموضوع أو هذه العبارة، أو أعمل هنا إشراك الآخرين، من يستطيع أن يجيب مثلا على هذا السؤال؟ أقول له مثلا إيه محمد كيف تجيب على سؤال مثلا عمر؟ فنتكلم مثلا في الموضوع ده مرة أخرى، لو أنا حسيت نفسي إن أنا أخش في إحراج، مثلا ممكن حضرتك تذكرني في نهاية المحاضرة السؤال حضرتك ده؟ والجواب على السؤال ده هياخد وقت، نتكلم مثلا في المحاضرة الجاية. تستطيع أن تجد مثلا إجابة السؤال اللي حضرتك سألته ده في كتاب معين، أقول على اسم الكتاب أو المرجع المعين أو على صفحة المعين أو على موقع المعين مثلا على وسائل السوشيال ميديا أو النت. إذا فهمت سؤالك فأنت مثلا ممتاز، أو لا يوجد جواب واحد على هذا السؤال، يعطيني مثلا فرصة. أو حضرتك تستطيع صياغة السؤال أو توضيحه بشكل أفضل، في كذا صيغة ممكن المدرب يخرج بيها من الأسئلة الصعبة أو الأسئلة المحرجة. تمام، أهلا بحضرتك دكتور محمد. فن الإصغاء، فن الإصغاء، الإصغاء هنا الإصغاء يعني ألا تتكلم أو تقاطع متى تريد. اعتمد على قاعدة 80-20، القاعدة دي بنستخدمها في الإدارة، اللي هو بنسميها قاعدة السهل الممتنع، السهل الممتنع، بعتمد على 80، على قاعدة 80-20. الإصغاء يعني هنا إن أنا بركز على كل ما يقوله الطرف الآخر ولا أتظاهر بالاستماع. في بعض المجتمعات بيوجد فيها أو بتتعدد فيها الثقافات، اختلاطها في المجتمعات أصبحت هي النقاشات بين الأفراد
بتكون ساحة للتبارز اللي هو الفكري، تصادم مثلا مما يؤدي في بعض الأحيان للتصادم. وسائل مثلا السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي أو الاتصالات الحديثة سهلت طبعا أمر النقاش ده بين فردين أو أكتر، مهما بعدت طبعا المسافة. كلما هنا أصبحت النقاشات تمتد هنا عدة أيام، ممكن بيحاول كل الأطراف هنا مثلا انتصار على الآخرين، إثبات لنا وجهة نظرهم إيه. الأمثل هنا على ذلك هو الردود السريعة أو الذاتية اللي تخرج الشخص هنا من الحوار منكسر من وجهة نظره. لابد هنا يكون إنسان مهم فنون الرد أو الحوار اللي هي ما ننساش طبعا الله سبحانه وتعالى أعطانا أذنان ولسانا واحدا حتى نسمع أكثر أو نصغي أكثر ما نتكلم. فالإنسان هنا لابد أن يتعامل مع خصوصا في الأوقات اللي هي أو المواقف الحرجة، يتعامل بذكاء، يتعامل مع بذكاء. تعامل لنا بالذكاء ما ننساش الحكايات الطريفة جدا اللي هي بتروى عن العالم ألبرت أينشتاين، اللي هي كان اللي هو طبعا ألبرت أينشتاين صاحب نظرية اللي هي النسبية، ساهم طبعا هنا في تقديم المحاضرات بعد أن تكثرت عليه الدعوات من الجامعات أو المعاهد العلمية. في يوم من الأيام كان في طريقه إلى محاضرة وكان له سائق لسيارته. بيقول لي السائق ده: اعلم يا سيدي انك منلت. السائق بيقول لي ألبرت أينشتاين، بيقول له: اعلم يا سيدي انك منلت من تقديم المحاضرات وتلقي الاسئله، فما قولك في ان انوب عنك في المحاضره؟ سواء عايز ينوب عن ألبرت أينشتاين في التحدث المحاضرات بدلا من ألبرت أينشتاين. فقال له ايه: وخاصة اني شعري منكوش وملتف مثل شعرك وبيني وبينك شبح السب البعيد، وانني استمعت الى العشرات من محاضراتك، فاني لدي فكرة لا بأس بها عن النظرية النسبية. سواء انتبهوا معي، سواء بيقول ألبرت أينشتاين: تسمح لي يا سيدي ان انوب عنك في المحاضرات. طبعا أينشتاين بالفكرة أعجب طبعا بالفكرة ورحب بها. بدأ هنا يتبادل الملابس، ألبرت أينشتاين لبس لبس السواق، والسواق لبس لبس ألبرت أينشتاين. وصل إلى قاعة المحاضرة، وقف هنا السائق على المنصة، جلس العالم العبقري ألبرت أينشتاين، وكان يرتدي زي السائق. وكان يرتدي زي الصوت. في الصفوف الخلفية سارت المحاضرة على ما يرام، إلى أن وقف بروفيسور طبعا طرح سؤال هنا من الوزن الثقيل زي ما بيقولوا، هو يحس أن هو سيحرج بيه أينشتاين اللي هو السواق. هنا ابتسم السائق وقال للبروفيسور: سؤالك هذا ساذج إلى درجة أنني سأكلف سائقي الذي يجلس في الصفوف الخلفية بالرد عليه. بالطبع هنا قدم السائق ردا جعل البروفيسور يتضاءل خجلا. تعامل هنا، يبقى هنا لابد الإنسان يتعلم كيف هنا يتعامل أو يرد بذكاء في المواقف المحرجة، وخصوصا إن احنا بنتعرض لها كثير. المواقف دي بتحتاج فقط إلى بساطة في التفكير على سرعة بديهة، طبعا تكون سرعة حاضرة، بلا تشنج، بلا عصبية، بلا توتر، نخرج منها بأفضل حال وأجمل طبعا مال. الموقف المحرج عندي نوعين، نوع مثلا تفرض الظروف علينا، كانت مثلا بتفقد حافظة مثلا قودك في السفر، الغربة طبعا، غياب الأهل، المعارف، أو تنقطع مثلا ملابسك فجأة أثناء
سيرك مثلا في الطريق، نوع آخر نابع من سوء تقدير الآخرين، كأنك مثلا بتسمح دور مع الأحوال فيرد ما شأنك أنت، دي من الأسئلة المحرجة، أو تعرض على أحدهم مثلا مساعدة فتجاهلك أو يتركك ويقضي. في هناك من محتاجين إن احنا نتعلم هنا على هذه الأسئلة، وخصوصا في المواقف المحرجة، ولأن دايما الغضب بيدفعنا الأعمال ممكن احنا نندم عليها فيما بعد، لأن التخلص نهائيا من المواقف المحرجة ديت غير وارد. الانضباط لنا خلالها يمكن تحقيق نسبة أقدر أقول 100%. بالتالي هنا على الشخص بحاجة للتدريب على كيفية السيطرة على هذه المواقف، التصرف خلالها ببراعة، عدم التسرع في رد الفعل، اتخاذ قرارات إلى بعد هدوء، بركان للتوتر أو الارتباك، ده برضو فن الإصغاء، فن كبير جدا محتاجين إن احنا نتدرب عليه ونتعلمه. نفرق هنا بين القدرة على حل السرير يخلصنا من الموقف الحرج، وبين هنا حل جذري يعالج عدم مثلا تكرار هذا الموقف من قبل الآخرين. يعني مثلا هنا إذا تعامل الأب مثلا مع الابن وهو المستفز أو الغير منضبط مثلا بالسب بالشتم بالعقاب، بهذا الأسلوب تحاول التخلص من الموقف المحرج اللي هو سببه للابن، لكن هنا سيكتشف فيما بعد إن المشكلة دي مستمرة. مستمرة ليه؟ أفضل طريقة هنا المنع تكرارها هو العلاج اللي هو التربوي أو السلوكي اللي هو ينطبق على كافة المواقف اللي بنمر بيها في حياتنا اليومية، سواء في العمل، في البيت، في المدرسة، في حياتنا اليومية. طبعا هنا علماء النفس قدموا لنا العديد من الإرشادات المهمة اللي بتنفعنا كثيرا خلال المواقف المحرجة اللي بتمر بنا، منها الحكمة، منها الاتزان. بمعنى هنا ايه؟ بمعنى أن لا تنفعل، احرص على هدوء أعصابك دايما، فكر هنا الخروج من هذا المأزق، إن عجزت عن الخروج حاول هنا الخروج من الموقف المحرج ده بنقطة بحاجة طريفة، حاول تدين إلى ما يكون مثلا إذا أمكن، ربما هنا يحدث مثلا بعض الارتباك لك، ولكن حاول هنا بقدر الإمكان هنا إن ألا تزور الغير، كل مثلا بتهوين الموقف المحرج دوت، تحجيمه، تهميشه، عدم تضخيمه، اظهر ذلك لمن حواليك اما بقولك او ايه فعلك. ده من فهم برضو الاصغاء اللي احنا محتاجين نتعلمه. إذا استطعت إن أنت تقلب الموقف المحرج دوت على مسببه فافعل، مثلا إذا تعمد مثلا أحد الرفاق إحراجك مثلا سؤال لا تعرف إجابة عنه، اطلب منه هو يجيب هو عن هذا السؤال أو أن يبحث عن الإجابة ديت، ويذكر الحضور في اليوم التاني مثلا عشان تخرج من الموقف المحرج دوت. ما انساش ان انا اكون شجاع دايما ولا اخجل وانا اعترف بالخطا او النسيان او عدم العلم، تذكر قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. كل الاصغاء هنا واغراضه، اول حاجه اختبار الفهم من ضمن الاسئله، اسال الاسئله دي، اعد صياغه الجمل ديت، حاول انت لا تتضايق اذا كان مثلا الذي يقال لك مثلا تاكيد مثلا عمليه الاصغاء، انا مثلا مش سامع، ممكن حضرتك تكرر السؤال ده مره اخرى من حركه مثلا النبره، بتمكين مثلا العلاقه هنا، اعطاء فرصه للطرف الاخر مثلا على ان يبرر انك ترى الامور من وجهه نظر، اذكر اسمه مثلا اذا كنت مثلا هنا، ركز على الخطوات الايجابيه، ردد لكم توصلوا مثلا الى حل لو انتم في العمل. الاصغاء اللي هو الشخص تشخيصي
الصغار التشخيصي يعني لا تجادل، اعترف دائما بالأخطاء، لا تقفز النتائج، حاول هنا إن إيجاد حلول أو إعطاء بديل. أشكرك دكتور محمد وأشكر الجميع. تذكر دائما لن يهتم أحد بما تعرف حتى يعرف كم أنت مهتم. في نهاية هذا اللقاء بشكركم شكرا جزيلا، كنتم إضافة لي في هذا اليوم، تكليف النهاردة إن شاء الله، وبشكر كل اللي بعتوا التكليفات، شكرا جزيلا. من له سؤال فليتفضل به من سادة الحضور. كل الشكر لكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم جميعا. في نهاية هذا اللقاء، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدك أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.